أكو ناس أنا أعرف، أكو مثلا إلي علاقات مع الناس، لأن أنا كائن يتفاعل اجتماعيا مع الناس. هذا الكائن اللي يتفاعل اجتماعيا أكو عنده علاقات، فلان يطلبني، فلان أطلبه، فلان إلى عندي عتبة، أنا إلي عنده عتبة، مثلا أستبري المظلمة، أرجعها، أخذ من خاطره، يعني أحاول جهد الإمكان أن ما أترك علي لأحد مظلمة، لأن هنا أقدر، أنا هنا أقدر، عندي أقدر أرضيه، لكن هناك إيش أقدر أنا؟ بيش أرضي يعني؟ يعني إذا حشرت بين يدي الله عز وجل، شنو الشيء اللي أقدر أرضي به هذا؟ ما عندي شيء أرضي به. إذن المظلمة هنا، هنا أتولى إرجاعها، يعني أطلع ولا يكون أنا شايل على عنقي أو شايل على كتفي مظلمة لأحد. هاي من الذنوب التي يندم عليها الإنسان.